أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة. واليوم راح نستكمل حديثنا عن مجلة الرياضي. طبعا هذه المجلة العريقة، هذا العدد طبعا راح نستكمل حديثنا عنه 11 ديسمبر 1993. راح نروح طبعا الى محطة من محطات الرياضة الآسيوية، الأمير وولي العهد استقبلا الأسرة الرياضية الآسيوية. هذه صورة صاحب السمو أمير البلاد شيخ جابر أحمد صباح رحمة الله عليه لدى استقباله سامرانج، وهني سمو ولي العهد الشيخ سعد العبد الله بين سامرانج ومار يورانيا. طبعا الشهيد فهد الأحمد علاقته قوية جدا في رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أكثر من علاقته برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. يعني علاقته مع سامرانج أكثر من جواو هافيلانك. سامرانج يعني يوم ترك استغفر الله، وهو موجود بالكويت، كان يجي الكويت يحضر مناسبات، يحضر بطولات، يحضر، فكان تربطه علاقة جدا قوية مع الشهيد فهد الأحمد رحمة الله عليه. نعم، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي. هذه صورة طبعا سمو الشيخ جابر الأحمد مصافحا الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رحمة الله عليهم. رحمة الله عليه. وهني الشيخ جابر رحمة الله عليه يستقبل رئيس وفد إيران. الأمير سلطان بن فهد يشكر الأمير وولي العهد. أمير سلطان بن فهد، هذه صورة مع الشيخ عيسى بن راشد. في يوم تتويج الأهلي بطل أفريقيا لأبطال كؤوس 3 فنجازات بهدف واحد. طبعا مشوار الأهلي، خلينا نشوف أول شيء، هذا مشوار الأهلي في الدور 32. الأهلي بامبا بطل تنزانيا 0-0، بعدين فازوا 5-0 الأهلي. دور 16 الأهلي الأرسنال بطل ليسوتو 1-0 فازوا الأهلي. دور 8 الأهلي المريخ سوداني 2-1 و5-1 حق الأهلي. دور 4 الأهلي كانيمي واريورز بطل نيجيريا فاز الأهلي 3-0، تعادلوا في نيجيريا 0-0. في الدور النهائي الأهلي أفريكا سبور 1-1 في أبيجان و 1-0 في القاهرة. هذه صورة الجماهير الوفية التي ملأ استاد القاهرة تعبر عن فرحها بفوز النادي الأهلي بالكاس. الأهلي يعني النادي هين فريق غريب عن كاس أفريقيا، هذا يسموه فريق القرن أعتقد، يعني أكثر فريق فاز أفريقيا أعتقد، والله ما أدري والله. هذا يعني سجل يعني للأرشيف أبطال أندية أفريقيا الكؤوس، بدأ 75 أول فريق يفوز فيه منه تونيريا وندي الكاميرون، 76 نيجيريا، 77 نيجيريا، شوف إلى وفهد 82 من أول فريق فاز فيه عربي 82. مغاولون؟ مغاولون العرب. ما شاء الله عليك. صحيح. مغاولون العرب. بعدين 83 مغاولون العرب. المغاولون صح. 84 الأهلي. 85 الأهلي. 86 الأهلي. شوف 84 85 ثلاث مرات ورا بعض الأهلي. بعدين طبعا رجعوا سنة 89 المريخ السوداني. وبعدين طال عمرك 93 الأهلي مصر. فهي كانت لي 93 من 75 لي 93 مغاولون مرتين وراء بعض، الأهلي 4 مرات، والمريخ السوداني. المريخ السوداني. هذه الفرق اللي طبعا المريخ كان فريق قوي. صحيح. أي الله، أيام ما كان باليرموك الدينامو مالك القلاف. مالك القلاف. شلونك تتابع بعد الفاصل؟ أعزائي المشاهدين خلوكم معانا لا تبعدون، فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا. وإحنا في البارت الأول كنا ولا زلنا مع مجلة الرياضي في ديسمبر 93. في ديسمبر، نعم 11 ديسمبر 93. مالك القلاف، الدينامو مالك القلاف يتحدث عن نكسة اليرموك، الكرة تعطي من يعطيها.
لاعب خط وسط فريق كرة القدم طبعا، ومالك اشهد له كل من شاهده في الملاعب بانه واحد من افضل اللاعبين القادرين على تمويل زملائهم بالكرات الصالحه للاستثمار. عوده اللاعب الاجنبي ضروره ملحه الان. يعني تكلم عن امور عديده، يعني شو يقول؟ يقول يرموك يا عزيزي نادي يعاني من فرصه اختيار لانه يملك القاعده العريضه مثل غاسيه والعربي، لذلك كما يقول مثل عد غرماتك يا جحا. قال واحده قايمه وواحده نايمه. ولهذا اي اصابه بمستوى كره القدم الكويتيه في المستقبل، ويركز مدربنا الكبير سعد فرحان في الوقت الحالي واثناء تدريبات الفريق استعدادا للدوري العام. هني طبعا صوره عبد الله البلوشي، صوره سمير سعيد، صوره حكم عيسى الجساس رحمه الله عليه. رحمه الله على سمير. رحمة الله عليه. طبعا تكلم عن نكسة اليرموك، يقول الكرة الكويتية ماذا تقول عنها؟ يقول الكرة الكويتية مستقبلها يبشر بالخير بشرط أن يكون هناك اتحاد جيد. تكلم عن عودة اللاعب الأجنبي. تكلم كذلك أمور عديدة، تكلم عن يعني بطولة الأبرز والأفضل، أبرز لاعبين هذا الموسم، أكثر من لاعب برز هذا الموسم، أذكر لهم عبد الله وبران، ناصر السوحي رحمة الله عليه، وعلي حسين، أحمد موسى وأحمد هادي. أفضل حكام عيسى الجساس وعلي مندني. أفضل فرق الكويت والسالمية والتضامن والعربي. أفضل مباراة لعبتها كانت أمام السالمية بالدوري العام عام 92 وفزنا فيها 1-0. صحيح. الأسوأ أمام النصر في بطولة ولي العهد وخسرنا 1-0 وفيها هدرت ركلة جزاء. أصعب مهاجم واجهته من يتوقع علي مروي وجاسم الهويدي. أفضل حارس مرمى سمير سعيد وحسين المكيمي. مدرب المالي المنتخب مثلك الأعلى محليا وعربيا وعالميا، محليا عبد الله بلوشي، وعربيا فؤاد أنور، وعالميا قلب دفاع هولندا كويمان. طبعا مباراة تمنيت تشارك فيها أمام سالمية بالدوري العام موسم ماضي، مركز سجيد لعب فيه غير مركزي قلب الدفاع. أفضل مدرسة كروية يقول مدرسة الألمانية، وأتمنى الاتجاه لها وإحضار مدرب ألماني قيادة المنتخب الوطني، وهو بالتأكيد سيطور الكرة الكويتية. يعني تكلم عن جوانب أخرى طبعا عن حياته الشخصية، هذا طبعا صورة يعني لي جماعية مع نادي اليرموك. نادي اليرموك. أي والله. نبي الحين لقاء طبعا مع يعني وليد نصار. لا نشوف هذه ما تسووا. ايه خلينا نشوف ما تسووا. هذه طبعا صراع العمالقه في نهائي كأس أندية العالم. وسط اهتمام وترقب ملايين في أنحاء المعمورة لقرعة نهاية كأس العالم 94 وانشغال المراقبين والتحاليل. طبعا تأهلت إلى تقام في منتصف ديسمبر الحالي بالعاصمة اليابانية طوكيو مباراة سنوية على كأس أندية العالم. صحيح. انتر كونتيننتال بين بطل أندية أوروبا وبطل أندية أمريكا الجنوبية. وصراع هذا العام سيكون مليئا بالإثارة والمتعة. ميلان وساو باولو. ميلان وساو باولو، ويملك كل فريق بين صفوف الأوراق الرابحة والأسماء اللامعة. فبين صفوف ميلان نجد هداف فرنسي خطير جان بيير بابان. صحيح. ولاعب الوسط المبدع برايان لادروب، والمدافع الصلب فرانكو باريزي. كما يملك ساو باولو بين صفوف الساحر مولر، وقناص الاهداف بالهينا، والمهاجم الرائع كافو. وسيريزو طبعا. أيه. كافو ما كان مهاجم، هذا يبين لك ان التغطيه ما كان دفاع. كافو يلعب باك يمين. باك يمين. وجورجينيو كان وياهم. أيه. ايضا كان يدربهم تيلي سانتانا. أيه. وهناك كان يدربهم اعتقد كابيلو، فابيو كابيلو. أيه. كان يدرب نادي اي سي ميلان، وقدر ساو باولو بقياده تيلي سانتانا من تحطيم ميلان في المباراه هذه، اعتقد فازوا 3-2، كنا مسار وحط جول، وهناك حط سيريزو جول، مجموعه من اللاعبين قدر نادي ساو باولو الفوز في هذا اللقب. اعزائي المشاهدين وصلنا نهايه حلقتنا، نبي منك التجوري يا ابو غازي. والله تجوري انت ايطالي وبعطيك هديه ايطاليه، باريزي. اوه هذا نجمي المفضل. فرانكو باريزي النجم المميز، احد نجوم الكره كره القدم في ايطاليا. ليبرو يلعب يعني نفس لاعب حر، نفس بيكنباور.
أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية حلقتنا الآيسة، يعني في نهاية الحلقة لن أشكركم على المتابعة وأشكر زميلي فهد عبد الجليل. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.